يعني بالتأكيد زيارة إيجابية جدا، ونحن سعداء يعني أن تكون مثل هذه الزيارات ما بين زعامة مثل شخصية السيد مسعود برزاني فخامة رئيس الإقليم، ويعني يعتبر من الشخصيات المهمة والمحترمة على مستوى عموم جمهورية العراق، ويعني الاحتفال بزيارته ومن خلال الاستقبال لأنه يعني استقبل السيد رئيس البرلمان والسادة الوزراء وفرش له البساط الأحمر، وهذا دليل الترحيب العالي ودليل يعني الرغبة الحقيقية بنقل العراق إلى مرحلة جديدة من الوئام والتصالح والتفاهم والانسجام، وأن نكون جميعا شركاء في بناء البلد للمرحلة المقبلة. وأعتقد شخصية مثل السيد مسعود البرزاني يعني فيها إضافة كبيرة جدا لطبيعة العلاقات داخليا وخارجيا، توحد الجهود، تكاتف القيادات، كل هذا يصب في مصلحة الشعب العراقي بكل أطيافه وبكل قومياته الكردية والعربية والقوميات الأخرى. ويعني هذه بصراحة بادرة خير إن شاء الله الأيام المقبلة ستتولد عنها نتائج إيجابية على في إطار البناء الحقيقي لمؤسسات الدولة عموما، والانفتاح الحقيقي داخليا على مستوى مؤسسات الإقليم ومؤسسات الحكومة العراقية، وأيضا على صعيد العلاقات الخارجية إن شاء الله على مستوى الإقليمي والدولي. تتوقع يعني بعد هذه الزيارة حل المشاكل بين الإقليم يعني بالتأكيد يعني نحن نعتقد أن هناك نية وإرادة حقيقية أثبتتها زيارة السيد مسعود البرزاني إلى بغداد، أثبتت أن هناك نية وإرادة حقيقية لمعالجة كل مخلفات الماضي ومشاكله. وهذه الزيارة جاءت في وقت مهم جدا، في وقت تشكيل حكومة وبناء الدولة ومرحلة جديدة، مرحلة مهمة وجديدة في تاريخ العراق. المقبولية العالية للسيد مسعود البرزاني أعتقد مهمة جدا، والحفاوة وحسن الاستقبال كان واضح يعني، وهنالك ارتياح عام في مزاج الشارع العراقي وليس في داخل الإقليم، وهذا كله راح ينعكس إيجابا على واقع المواطن العراقي سواء في الإقليم أو في بغداد.